ومعي في استوديو مركز الأخبار بهذه المناسبة الأستاذ حمد العامر المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون. أهلا ومرحبا بك أستاذ حمد. أهلا وسهلا. بداية، العلاقات بين البحرين والسعودية هناك الكثير مما يقال حولها، هل هي خيار استراتيجي؟ يعني بلغت إلى مستويات عالية جدا وأصبحت نموذجا للعلاقات بين الأشقاء وبين الإخوة العرب، هل لنا بمزيد من التوضيح وعن ركائز ومفاصل وأهمية هذه العلاقة بين المملكتين الشقيقتين؟ حقيقة في البداية أود أن أهنئ القيادة السعودية بمناسبة العيد الوطني في المملكة العربية السعودية، وخاصة صاحب الجلالة الملك سلمان وولي عهده الملك سمو الأمير محمد بن سلمان. حقيقة احنا في البحرين بالنسبة لعلاقة البحرين بالمملكة العربية السعودية تعتبر علاقة مواقف واستمرارية وثبات. لما أتكلم عن مواقف أتكلم حقيقة عن التاريخ الذي يربط البحرين بالسعودية، يربطها من أيام الدولة السعودية الأولى. أتكلم عن 1745 تقريبا، ولما نيجي على الدولة السعودية الثانية ثم نأتي إلى الدولة السعودية الثالثة الحالية. حقيقة هذه المواقف الثابتة وهذه العلاقة المستمرة مبنية على أسس مهمة، وهي الاحترام المتبادل والثقة والصدق في العلاقة التي أدت إلى ما وصلت إليه والتي توارثها الآباء عن الأجداد، والعلاقة الحميمة بين أسرة آل خليفة. هذا عنوان المواقف الذي تحدث عنه، هي علاقة المواقف الآن. هذه علاقة المواقف، ولكن لما نأتي إلى شواهد هذه المواقف فنجدها كثيرة. نجد مثلا لما نتكلم عن العلاقة أيام الدولة السعودية الثانية فنلاحظ هناك ممكن نسميها مرحلة يعني السيف الأجرب. نعم. الذي أهداه الأمير سعود. نعم. بن فيصل إلى سمو الشيخ عيسى بن علي. هذه كان عنوان من عناوين العلاقة الحميمة التي تربط البلدين وتؤكد أن هناك شيء بين في هذه العلاقة. ولذلك كانت البحرين في تلك الفترة هي محط أنظار طبعا وثقل سياسي وثقل اقتصادي مهم في المنطقة. ثم نأتي إذا انتقلنا من هذه المرحلة نأتي إلى مرحلة أخرى، وهي مثلا مواقف المملكة العربية السعودية بالنسبة لاستقلال مملكة البحرين. يعني استقلال مملكة البحرين ومواقف الملك فيصل بن عبد العزيز، طبعا مثل ما تعرف أن بريطانيا قررت الانسحاب من منطقة الخليج، وذلك في ما يسمى بسياسة شرق السويس، هذه كان في عام 1968. فهنا كان طبعا، ومثل ما تعرف أن هناك مثل ما يقولون مطالبات إيرانية بالبحرين، وهي مطالبات باطلة أساسا، ولكن كان لابد من إيجاد حل. وكان هنا الموقف، هنا موقف الملك فيصل عندما اجتمع بشاهنشاه إيران، وذلك في عام 1968 في جدة، وهنا تغير الموقف الإيراني من أجل الوصول إلى حل واستقلال البحرين. أكد الشاه نفسه في دلهي في عام 1969، ومن هنا بدأت عملية استقلال البحرين والمناقشات التي دخلت فيها السعودية مع الكويت ومع بريطانيا والبحرين. وحسب ما تعرف وصلنا إلى ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق. طبعا لجنة تقصي الحقائق هذه حتى الأمين العام للمتحدة ذاك الفترة اسمه يوثانت رأى أنه لا داعي حتى إلى لجنة تقصي حقائق، وأرسل لجنة يرأسها مبعوثه الشخصي اللي هو الدبلوماسي الإيطالي وينسبير جوشاردي، وانتهت إلى ما انتهت إليه وأقر استقلال البحرين وانضمت إلى يعني بطريقة سلمية تؤكد دائما أن البحرين كانت تسعى إلى تطبيق مبادئ الأمم المتحدة. هذا كان أيضا أحد مواقف السعودية في الشواهد والأمثلة التي ذكرتها. العنوان الآخر وهو الاستمرارية
الاستمرارية. الاستمرارية هي أيضا في المواقف أيضا، نعم. وفي تعزيز العلاقات. فنجد مثلا المرحلة الثانية اللي ممكن نتكلم عنها في هذا الموضوع، نعم. وهي مثلا افتتاح أو بناء الجسر، نعم. بين البحرين والسعودية، نعم. وتم ذلك في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، والشيخ عيسى بن سلمان الخليفة رحمه الله. طبعا افتتاح هذا الجسر ودعم السعودية لافتتاحه، هذا شنو يعني؟ البحرين ولأول مرة في تاريخها الممتد عبر القرون من حضارة دلمن كانت جزيرة، اليوم تتصل بالبر ولأول مرة. هذا دعم اقتصادي، هذا دعم اجتماعي، هذا دعم استثماري. طيب اسمح لي أن ندخل في هذا الموضوع لكن بعنوانين آخرين، القرب الاجتماعي وثقة الأنظمة السياسية عندما تصل إلى هذه المرحلة من النمو. كيف انعكس ذلك بعد افتتاح الجسر وما سبقه أيضا على مستوى العلاقات وتطورها ونموها بين البحرين والسعودية، ونركز على الجانب الاجتماعي والثقة بالأنظمة السياسية؟ شوف، الجانب الاجتماعي تؤكده طبعا انفتاح البحرين على السعودية والانفتاح السعودي على البحرين، التقت الشعوب، صار هناك مثل ما يقولون تنقل ميسر وسريع، فبدأ الأخوة السعوديين يزورون البحرين يعني لعدة أشياء معينة مختلفة، منها طبعا الاستثمار. يعني إذا بغيت تعرف أن الاستثمار السعودي في البحرين يبلغ اليوم أكثر من 100 مليون دينار بحريني. الشركات السعودية الخالصة، سعودية خالصة يعني ما فيها شريك بحريني، أكثر من 45 شركة. سيكون معنا نافذة خلال هذه النشرة عن الوضع الاقتصادي بين المملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والعلاقات الاقتصادية بينهما. لو تحدثنا عن المواقف التي تتبناها المملكة العربية السعودية تجاه العديد من القضايا العربية والإقليمية، كيف يمكن أن نقرأ مثل هذه المواقف وتعميم أيضا العلاقة بين السعودية ومملكة البحرين؟ أيضا تسعى الكثير من الدول لأن تستنسخ ربما مثل هذه العلاقة في صياغة جديدة لعلاقة تلك الدولة أو الأخرى مع المملكة العربية السعودية بما تمثله من ثقل وتضيف للعديد من الدول من خلال هذه العلاقات. حقيقة المواقف السياسية بين البحرين وبين السعودية مواقف متطابقة في كل المحافل، سواء جيت في مجلس التعاون أو جيت في الأمم المتحدة أو في الجامعة العربية أو في المؤتمر الإسلامي. طيب تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية هناك مواقف أيضا للسعودية، البحرين تتفق معها قلبا وقالبا، يعني هناك اتفاق، يعني المواقف تجاه القضية الفلسطينية مثلا، نعم. تعتبر موقف يعني البحرين مع السعودية ومع شقيقاتها دول المجلس لديهم مواقف محددة وواضحة. لدينا مواقف مختلفة تجاه كثير من القضايا، تجاه إيران مثلا، يعني موقف البحرين وموقف السعودية تجاه إيران واضح جدا، نعم. يعني البحرين بعد أن تم حرق السفارة السعودية في طهران وعلى السفارة وعلى القنصلية أيضا. أي نعم، فالبحرين كانت يعني تضامنا مع السعودية يعني سحبت السفير وأصدرت بيانات تندد بهذا العمل الذي يخرج وعمل غير مسبوق في الدبلوماسية. فالمواقف السياسية يعني هي التي مثل ما قلت لك عززت من العلاقة الخاصة والمتميزة في هذه المواقف. أي نعم. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون الأستاذ حمد العامر، شكرا على حضورك أستاذ مركز الأخبار. أهلا وسهلا. أهلا بك.